أحبتي الصغار، السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة الكتابة تصفية الصعوبات القرائية، حرف الصاد والضاد والطاء والظاء، ثم كذلك أيضا إكمال جملة. أسبوع 29، وحدة السادسة، مجال اللعب والمرح. إذا أحبتي الصغار، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي يشترك، وذلك أيضا خليو يا جيم لهذا الفيديو هذا. إذا على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. كما قلنا عندنا حصة الكتابة، إذا أكتب. لدينا هنا كلمات باللون الأحمر، مطلوب منا أن نكتبها وأن نبدأ من النقط. أن نبدأ أين؟ من النقط. إذا الكلمة الأولى هي مضمضة، مضمضة. إذا تتوفر على حرف الضاد، في الحصة السابقة رأينا حرف الضاد، إذا نكتب مضمضة، مض بهذا الشكل. شويه عليكم تكتبوه، ما تزربوش. اذا مض مض، نعيد كتابه الكلمه مض مض مض، اعيد مره اخرى مض مض، وما تنساوش الشكل، لا تنسوا الشكل. اذا كتبنا كلمه مضمضة، اقرأوا معي مضمضة، 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 مضمضة. كلمة ثانية هي صفصاف، صفصاف. عيدوا قراءة الكلمة صفصاف، نفس الشيء، مطلوب منا أن نكتبها ثلاث مرات. إذا صفصاف بهذا الشكل، صف صاف، أعيد صف صاف، ولا تنسوا الشكل، صف صاف، أعيد الكلمة مرة أخيرة صف صاف. إذا صف صاف. إذا لنقرأ الكلمات صفصاف، 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 صفصاف. ظلة، إذا هذه الكلمة فيها حرف الصاد، ظلة، وهذه الكلمة فيها حرف الضاد، الضاد. إذا ظلة، اكتبوها ظلة، ظلة، أعيد ظلة، أعيد مرة أخرى ظلة. جيد، إذا لنقرأ الكلمات ظلة، 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 ظلة. جميل، هنا لدينا كلمة بطالة، بطالة، يعني نكتبها بطالة. جميل، نعيد كتابتها بطالة. أحسنتم، مرة أخيرة بطالة. جيد جدا، إذا لنقرأ الكلمة بطالة، 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 بطالة. أحسنتم، إذا بعدما كتبنا الكلمات ننتقل الآن إلى كتابة ماذا؟ الجملة. لدينا جملة وضع مصطفى قطاره
على السكة. أعد، وضع مصطفى قطاره على السكة. إذا نكتب الجملة، إذا نكتب وضع مصطفى قطاره على السكة. إذا نقرأ الجملة، وضع مصطفى قطاره على السكة. جيد جدا، ننتقل إلى التمرين الموالي. إذا أكملوا لأعبر عن فرحة غيثة وليليا وخوف الأطفال. إذا حلقت الطائرة عاليا، أخذت غيثة وسارة، فجأة توقفت الطائرات فأخذ الأطفال. جيد، إذا فات من هذا غادي نرجعوا للحكاية، حكاية وتعطلت الطائرات، أحسنتم. إذا نقراو الحكاية فيها بس. تركت غيثة وليليا السيارة وركبت الطائرة، صارت تدور وترتفع بهما مع غيرها من الطائرات الأخرى بسرعة فائقة، فحلقت بهما عاليا وهما تصيحان فرحتين تلوحان من الأعالي. إذا شنو نكتب هنا؟ حلقت الطائرة عاليا، أخذت غيثة وسارة تصيحان، كتبوا تصيحان فرحتين، كتبوا هذه الجمل هذه تصيحان فرحتين. جميل، إذا بهذا الشكل هذا نكتبوا تصيحان فرحتين. بهذا الشكل إذا نكتبوا هذه الجملة هذه تصيحان فرحتين. إذا هي هذه تصيحان فرحتين. إذا هنا عندنا فجأة توقفت الطائرات فأخذ الأطفال. إذا نكملوا هذه الحكاية هذه. فجأة توقفت الطائرات، سيطر الخوف على الأطفال، ما الذي حدث؟ إذا ارتفع البكاء وتعالت النداءات. إذا هنا شنو نكتبو؟ فأخذ الأطفال في البكاء. إذا فأخذ الأطفال في البكاء، أو نكتبو فأخذ الأطفال يبكون. هذا إذا نديرو فأخذ الأطفال يبكون وينادون، أحسن. إذا نكتبو فأخذ الأطفال يبكون وينادون. الشكل إذا فأخذ الأطفال يبكون وينادون. إذا هذه الحكاية هذه راه غتلقاوها كذلك أيضا في القناة، وكذلك أيضا في الصفحة في فيسبوك. إذا غتلقاوها، غتلقاو جميع الحكايات ديال المستوى الأول. إذا نعاود نقراو. حلقت الطائرة عاليا، أخذت غيثة وسارة تصيحان فرحتين، فجأة توقفت الطائرات فأخذ الأطفال يبكون وينادون. يعني أحسنتم أحبتي الصغار، بهكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. نتلاقاو إن شاء الله في الحصة الماجية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.